جميل. طب احنا بقى بنقول ان في تزهير دلوقتي، يبقى الباشمهندس قال ان احنا التزهير ده هنرشها بعد المغرب عشان ده الوقت اللي الدوده بتطلع فيه. طيب في حاجات برضو عايزين نراعيها لصحه حضرتك، لازم تكون وانت بترش متاكد ان الهواء في ظهرك، الهواء في ظهرك. يبقى احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا احنا ممكن نجيب مثلا ورقه نبات مثلا ونعمل كده، شايفين حضراتكم ايه اللي بيحصل، ايه الهواء جاي كده. يبقى انا لما هكون واقف الهواء جاي كده، يبقى الهواء في ظهري. بما ان الهواء في ظهري يبقى المسحوق اللي انا هرشه او المبيد اللي انا هرشه هيطلع له قدام، مش هيرد عليا ومش هيأذيني. واتكلمنا معاكم واكدنا ان الرش دايما يكون واحنا لابسين النضاره بتاعتنا، لان قلنا القنوات الدمعيه ممكن تنقل المواد السامه الى الحلق وبالتالي الى المعده جواك. رقم اتنين استخدام القفازات، لان قلنا المواد العاليه السميه حتى لو غسلنا ايدينا بالماء والصابونه مش بتروح والاثر السمي بيفضل على ايدينا. وكمان قلنا استخدام الكمامه، لان الاستنشاق المبيدات من وقت للتاني هيعمل مشاكل في الرئه. وطبعا كل الفلاحين للاسف بتكلم معاهم في الموضوع ده بحس ان هم واخدين الموضوع باستهتار او الموضوع عادي، يعني نضاره ايه في، يعني احنا متعودين ده احنا بنشرب المبيد. عشان كده عندكم نسب فشل كلوي مرتفعه جدا. اذا نراعي بقى الحاجات ديت البسيطه ديت اللي هتحافظ على صحتك انت اول واحد. رقم اتنين بنستخدم دايما حاجات البي اتش اي بتاعها قليل، بمعنى انها بتتكسر بسرعه. يعني لما اجيب حاجه مثلا بي اتش اي بتاعها 7 ايام يبقى بعد 7 ايام احصد، 3 ايام يبقى بعد 3 ايام احصد. ما احطش انا مبيد السميه بتاعته عاليه البي اتش اي بتاعه 15 وانا حجمه بعد 5 ايام، يبقى النبات ده فاضل له 10 ايام عشان يكسر المبيد. يبقى انت حضرتك بتاذي صحه كل من يتعاطى هذا الغذاء اللي انت بتقدمه. طيب يعني برضو احنا عايزين اعرض على حضرتك برضو موضوع وحضرتك تقول لي الكلام ده صح ولا غلط. الوقت اللي فيه تزهير اعتقد المفروض ان احنا مع اتباع الحاجات ديت نستخدم مثلا البشبولي بتاعنا على شكل شمسيه، على شكل شمسيه افضل. صح كده؟ اه. طيب يكون المبيد ينزل على النبات في صوره رذاذ. جميل جدا. طيب واعتقد كمان يفترض ان احنا من يعني ما نقربش قوي من النبات، يعني ما تقربش قوي من النبات. وزي ما انا قلت برضو درجات الحراره العاليه، يعني انا ما ارشش الصبح ما ارشش الظهر. فتره الظهيره بتبقى فتره صعبه جدا، وفتره الصبح نفس الطريقه. يعني فتره الصبح وفتره الظهر من الفترات اللي بيخلوا المواد الكيميائيه اللي داخل المبيد بتاعك تختلف تركيبها، تتكسر وتبقى مؤذيه، واحيانا بتبقى مسرطنه للبني ادم اللي بيتعامل معاها كمان. طيب خلينا برضو نتكلم عن نقطه مهمه جدا، هل في اسلوب معين للرش اقتصادي؟ يعني ان انا اوفر، يعني هل مثلا في ماشيه معينه للعامل في الغيط او طريقه معينه هيرش بيها تبقى اقتصاديه وتوفر معايا؟ هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت وقلت من شويه ان هو بيجي عكس اتجاه الهواء، بحيث ان الهواء يكون في ظهره. ايوه واخد بال حضرتك، وبدل ما هو بياخد خط واحد بياخد خطين او ثلاثه. اه بحيث ان هو ايه كده كده المبيد بيطير منه وبيعدي، طالما وبالذات خاصه لما يكون في هواء بيعدي منه ويجيب خطين وثلاثه، فهو الافضل ان هو ياخد ثلاث خطوط مع بعض في الوقت ده. ان هو ايه ولما يكون البشبوري شغال بطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا شمسيه، وبيكون المبيد بينزل على النبات في صوره رذاذ، ده بيعمل عمليه توفير للمبيد، يبقى هو كده بيوفر كميه المبيد اللي هو بيستخدمه، وفي نفس الوقت ما بيأذيش الزهره ولا بيوقعها، وما بيأذيش الزهره وما بيوقعهاش. جميل. طب خلينا نتكلم برضو عن مجموعه يعني الافات الثانيه او الامراض اللي ممكن تصيب نبات الطماطم. هو نبات الطماطم بالنسبه للعروه اللي هي الصيفيه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، طبعا غالبا ما بتكونش مقاومه فيروس، فهي لازم تترش رشتين او ثلاث رشات للذبابه البيضاء اللي هي بتكون السبب الرئيسي لعمليه الفيروس. النبات لما بيفيروس خلاص مفيش انتاج مفيش نمو، مفيش انتاج مفيش نمو، فيفضل ان انا استخدم رشتين او ثلاثه للذبابه في فتره عمر النبات. يعني اكيد يفترض ان احنا نشيل اسباب الاول، يعني الاصابه بالفيروس، نقضي على الذبابه، كمان نقضي على الاعشاب الضاره والنباتات اللي بتطلع كده شيطاني زي ما بيسموها. نظافه الحقل دايما بتقينا من انتقال الامراض، خصوصا ان احنا بدرجات حراره عاليه، ده يعني وسط نشط جدا بتنشط فيه الفيروسات بشكل كبير جدا. نقضي على العوائل بتنظيف الحقل بمكافحه الذبابه، واذا اصبنا بالفيروس عندنا حل، لكن هقوله لكم بعد الفاصل. خلونا الاول نشكر باشمهندس محمد عيد على هذا اللقاء الممتع. شكرا يا باشمهندس. شكرا ليك. شكرا. اعزائنا المشاهدين لسه مكملين معاكم رحلتنا مع الطماطم، هنتكلم كمان اذا اصابنا الفيروس هنعمل ايه، لكن بعد فاصل قصير تابعونا. هذا البرنامج برعايه. بسالك عن حاجه مهمه جدا، ايه الحاجه اللي اول ما تشوفها في الغيط كده تقف عندها وتقول لا ستوب انا لازم الجا لمتخصص؟ ده شيء طبيعي، السوسه. ايوه ده اول هام. تغيير العرش ذات نفسه، بتبص للعرش ماشي انا ماشي معاها طبيعتي، وتبص للعش اصفر.
العرش عنده ما بيصفر ده بص بقى، ما دي بقى تحس ان في حاجه من في جدر العرش. لازم لازم تلجا لواحد مهندس. يعني دي مشاكل الفيروس. الله يفتح عليك. الفيروس يعني ستالي يا جماعه، الفيروس ستالي. طبعا الناس كلها كانت زمان اول ما تشوف الفيروس تقلع، وبعدين تقلع وترمي، تقلع وترمي. ده رقم واحد. رقم اتنين، الفيروس اذا حضرتك صبرت عليه 10 ايام يعرف ان انت المحصول بتاعك كله انتهى. يعني الفيروس موجود في الكوسه، موجود في البطيخ، موجود في الشمام، موجود في كل المزروعات الارضيه. الفيروس انواع الخضار. الاستالي خلص الموضوع ده. مواضيع الاصابه بالفيروس نتعامل معاها ازاي؟ ظهرت عندنا اصابه فيروس واحنا قلنا استالي. استالي هيعمل ايه بقى؟ هيوقف الفيروس في مكانه، هو مش هيقضي عليه بس هيمنع انتشار الفيروس. يبقى انا لازم لما بلاقي العرش بتاعي اصفر لونه اتغير اسال المتخصص بسرعه ده فيروس، ارش استالي. ارش استالي في المناطق البؤر المحيطه بالنباتات المصابه. النبات المصاب انبه على العمال انه ما حدش يمد ايده عليه خالص، سيبوه خالص. وحاجي بعد فتره استخدم ادوات تستخدم فقط للنباتات المصابه. ما اشتغلش انا بادوات النهارده اشيل بيها بقى النبات المصاب وارجع اشتغل بيها تاني في الغيط، يبقى انا بنقل الفيروس بالادوات بتاعتي من نبات لنبات. خلاص يبقى الادوات اللي هعالج بيها الفيروس مش هشتغل بيها في حاجه تانية. هجيب كوريك واحفر كده واطلع النبات على بعضه كده بجدره زي ما هو كده، واحطه في كيس بلاستيك واحط عليه زيت معدني سولر ولا جاز، واقفل الكيس كويس وادفنه بعيد عن الغيط. بلاش نستخدم اسلوب الحرق لانه اسلوب يعني ملوث للبيئه. ده الاسلوب الامن للتخلص من النباتات اللي فيها فيروس. هقلع النبات زي ما هو، احطه في كيس بلاستيك، احط عليه زيت معدني، اقفل الكيس كويس وادفنه بعيد، ادفنه بعيد كده. يبقى احنا يعني بنتخلص من الاصابات الفيروسيه. واعتقد ان احنا كده غطينا كل مشاكلك، صح؟ لا شيء طبيعي. يعني مش عايز تقول حاجه تاني؟ لا اشكرك. احنا بنشكرك جدا الله يبارك فيك حاج خالد محمد على هذا اللقاء الممتع. شكرا. شكرا. شكرا.